تزايد عدد الوافدين على مختلف المدن المغربية لا سيما في فصل الصيف يؤدي ككل سنة إلى اكتظاظ كبير بمختلف طرقات المملكة، حيث سجلت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ارتفاعا ملحوظا في عدد الوفيات والجرحى خلال الأشهر الأخيرة. مع الأسف البيانات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية خلال شهر يونيو ما عدا ضحايا بجروح بليغة اللي سجلنا فيها ناقص 1.5%، فكجميع المؤشرات الأخرى كانت في ارتفاع جد مهول، بحيث سجلنا زائد 13% بكل من الحوادث السير، وكذلك الحوادث المميتة، وكذلك الضحايا بجروح خفيفة، وكذلك سجلنا زائد 5% في عدد القتلى. هذا الصدد حنا في اللجنة الوطنية لحوادث السير غادي نخصوا واحد 30 مليون ديال الدرهم باش نسجلوا باش نقتنيوا معدات خصوصا الرادارات متنقلة بالنسبة للدرك الملكي والأمن الوطني. هناك كذلك عمليات بما يعرف بخيمة السلامة تنقوموا مع المجتمع المدني، هذه العملية تنديروها في تقريبا جميع المدن بمساعدة المجتمع المدني، تقريبا وعندنا أزيد من 50 جمعية هذه السنة اللي تشتغل معنا في هذه الخيمة السلامة. وتتعزز عمليات التواصل الميداني خلال موسم الصيف من طرف مختلف القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية عن طريق خلق مجموعة من الأندية والورشات التحسيسية، ويتجلى الهدف منها في توعية المواطن بأهمية احترام قانون السير والاستعمال السليم للطريق. إلا أن رغم كل هذه المجهودات المبذولة تبقى نسبة حوادث السير في ارتفاع مستمر. المشكل اللي كنبقى ملي كنبغي نقطع كتلقى شخص واحد كيحترم الطريق وواحد اخر جاي مكسيري، واحد تيحترمك يقول لك دوزي قطعي والاخر جاي مورا ما عطيكش عبره. شحال مره كنضطر نبغي نقطع ونحبسهم. المشاكل اللي كاين ما كاينش التوعيه بعدا بالنسبه في الاذاعه ولا هذا، ما كاينش التوعيه اللي هي مستمره. بالنسبه للطرقان كاين مشاكل في الطرقان ما مصوبينش، كاين بعض البلايص اللي ما كاينش فيهم البلايك، كاين بعض البلايصات اللي قضوا في المثل ما خدامش، بوليسي ما كاينش. تعتبر حوادث السير من المسببات الرئيسية للوفيات في المغرب، وذلك نتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير. ويبقى الحل الأمثل للحد من هذه الآفة رهين بمدى استيعاب الفرد لمسؤوليته أثناء القيادة واستعمال الطرقات.